كور 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 يا لو من هدف، يا لو من هدف على الطير العباس سيمون مصوف الطنساني، هدف يقلص الفارق، هدف اقل ما يقال عنه بانه رائع جميل من شارب هذا اللاعب يوسف فكرتو ملعبها، هي اللعب عدنان الوردي وعلى الطاير على الطاير على الطاير في شباك الحارس زهير العروبي، هدف جميل ومميز ورائع شفنا يلعبها بطريقه شميله تهزم الحارس زهير العروبي. صبحت الحصه جوج مقابل واحد، ثلاثه ديال الاهداف، حصيله مميزه صراحه في هذه المباراه في الوقت اللي